تركة ثقيلة خلفتها العمليات العسكرية التي دارت على أرض الأنبار لتحريرها من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. فإلى جانب الدمار الواسع الذي طال مدن المحافظة، فإن الحرب خلفت أعدادا هائلة من المعاقين. يوسف واحد من آلاف المعاقين الذين لا زالوا يعانون آثار هذه الإصابات. أنا مضروب طلقة من 2014 ولحد الآن، وأنا صار من سبب الطلقة انضربت براسي، صار عندي شلل نصفي وشوية عواقب جسمي، صار إيدي اليمنى ورجلي اليمنى شلل نصفي، ما أقدر أحركهم. أنا شديد قاعد من رجعنا من التهجير من 2016 إلى حد الآن، ترى قبل 26 يوم يلا اشتغلت همات، وأنا جيت هنا أنا أشتغل، أنا على مود ما أطلع مصرف لي ومصرف لهن. الآلاف من مواطني محافظة الأنبار على شاكلة يوسف تعرضوا إلى أضرار جسدية بسبب العمليات العسكرية. يحاول العديد منهم الحصول على دعم حكومي يمكنهم من تمشية أمورهم المعيشية بعد أن غيرت الإعاقة مجرى حياتهم. العمليات خلفت إعاقات مختلفة أثرت بشكل كبير على الواقع في محافظة الأنبار من خلال الإصابات التي تحتاج إلى عناية خاصة. نسعى على بالتعاون مع جميع وزارات الموجودة في الدوائر التابعة للوزارات في المحافظة على تقديم الخدمات لهؤلاء المستفيدين من خلال الخدمات الصحية والخدمات التعليمية. ويواجه المعاقون مجموعة من الصعوبات، منها ما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليم، وأخرى تتعلق بسوء فهم حاجتهم الخاصة، فضلا عن صعوبة توفير العلاج المناسب لحالاتهم المرضية. من الأنبار أحمد الحمداني، قناة التغيير.